بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن شاء الله اليوم برزنتيشن وأيضا تصميم نظام كنترول بي اي دي كنترول للتحكم في استابيليتي لنظام الانفيرتد بندوليوم. طبعا هذا عبارة عن فاينل بروجيكت لمادة لينير دايناميك كنترول، تاريخ 31 ديسمبر 2018، الجامعة الإسلامية. اوتلاين هنتكلم introduction، بعدين real life example، type of inverted pendulum، methodology of work، mathematical modeling in MATLAB، PID controller design in MATLAB، conclusion. Introduction. احنا بحكينا what is an inverted pendulum. Inverted pendulum عبارة عن pendulum center of mass له تكون فوق النقطة المحورية. طبعا هو inherently unstable، بطبيعة الحال نظام غير مستقر. Must be actively balanced in order to remain upright، يعني يجب أن يظل متزنا حتى يكون مستقيما. Must have a feedback system to keep it balance، يجب أن يكون هناك نظام فيدباك. فالصورة كما هي ظاهرة، الرجل يحرك العصا، فاليد عبارة عن الانبوت والزاوية، وهو يرى الزاوية، فهو هذا في العملية، فرؤيته للزاوية عبارة عن فيدباك للسيستم. كريتيريا فور بالانسينج، معيار الاتزان هو نقوم بتسليط قوة، اللي هو moving the pivot to apply force point، نقوم بتحريك ال pivot فينتج عنه torque، generating a torque in the pendulum، we still horizontally oscillating the pivot، نظل باستمرار نحرك العصا لكي تستقر متزنة. real life example، طبعا كثير applications منها segway، self balancing robot، quad copters، ايضا boston dynamic اللي هو روبوت اسمه اطلس، في space x، صواريخ space x التي تقوم بعمل landing، في صاروخ فالكون 9 قبل فترة. طبعا قاموا بعمل تجربة لعمل landing لهذا الصاروخ. أيضا الألمان استخدموه في هذا المبدأ في عمل تانك كانون ستابلايزيشن، يعملوا يعني لمدفع الدبابة ستابلايزيشن. type of inverted pendulum، الانفيرتد بندوليوم بشكل عام ينقسم إلى نوعين، linear inverted pendulum، rotary inverted pendulum. linear inverted pendulum moving the pivot point horizontal، نقوم بتحريك النقطة المحورية بشكل أفقي لكي يستقر البندول. أما الروتري inverted بندوليوم، نقوم بتطبيق تورك أو عزم دوران على النقطة المحورية لتثبيت البندوليوم. methodology of work، كيف الشغل اللي كان، يعني studying of system dynamics، mathematical modeling، عملنا mathematical modeling، بعدين صممنا ال PID controller، طبقنا ال PID controller. study of system dynamics، طبعا كما واضح في الصورة عندي عربة ومثبت عليها بندوليوم، الزاوية بين البندوليوم والعمودي البرنديكولار على العربة هي ثيتا، مطبقة على العربة قوة F. الكنترول انبوت از ذا فورس، كنترول انبوت از ذا فورس اف ذات موف ذا كارت هوريزونتالي، يعني نقوم بتطبيق القوة على الكارت او البيفت فتتحرك يمين او يسار. الاوتبوت عندنا ذا انجولار بوزيشن اوف ذا بندوليوم، اللي هي الزاوية بين العمودي والبندوليوم، اند ذا هوريزونتال بوزيشن اوف كارت اكس، وعندنا ايضا اكس اللي هي مكان توقف الكارت، هذول هم الاوتبوت، مكان توقف الكارت عبارة عن اكس، والثيتا اللي هي
زاوية البندوليوم. In this project we make controller for angle theta. قمنا بعمل controller لثيتا. لا يهمنا أين تستقر العربة في الآخر، لكن المهم أنه نحافظ على الثيتا. وأد controller for cart، يعني الكنترولر سيقوم بتطبيق القوة على الكارت. mathematical modeling في هذه التجربة، يعني من ناحيتي لم أقم باستخدام قوانين نيوتن ولا free body diagram. no need to derive equation from Newton's law and free body diagram, but by using MATLAB sim mechanics you can implement any model and get your transfer function using MATLAB. خاصية جديدة في الماتلاب اسمها sim mechanics، تقوم ببناء النظام الميكانيكي، ويقوم الماتلاب نفسه بحساب الترانسفير فانكشن الخاصة به. السيم ميكانيكس بروفايد مالتي بادي، يعني بروفايد مالتي بادي سيميوليشن انفايرمنت فور 2D اند 3D ميكانيكال سيستم، يعني عبارة عن بلوكات تقوم بتوصيلها بشكل معين نحصل على سيستم. طبعا في مثالنا احنا انفرتد بندوليوم كما موضح من أسفل، يبدأ دائما التصميم بالانفايرمنت. الانفايرمنت مرتبطة معها جراوند، الجراوند مرتبطة معها بريزماتيك جوينت مرتبط مع الموفينج كارت. الآن الموفينج كارت مرتبط مع بريزماتيك جوينت، هذا الجوينت يقوم يعني البريزماتيك جوينت والكارت والجراوند. البريزماتيك جوينت يسمح لنا بتحريك الكارت أو الجسم الثاني اللي هو جسم الكارت على الأرض بتطبيق قوة، تطبيق قوة على القوة مقدارها F. هذا البلوك اسمه يعني جوينت أكتويتور، يقوم تطبيق القوة على هذا البلوك. قلنا موفينج كارت اللي هي جسم العربة، وجسم العربة مثبت عليه ريفوليوت. ريفوليوت عبارة عن ريفوليوت جوين جوين، نقوم بقراءة الزاوية. جوينت سنسور، نقوم بقراءة الزاوية ونقوم بوصل معه initial condition ل initial condition، قيم ابتدائية للزاوية التي يقوم الزاوية التي يصنعها البندوليوم مع العمودي. وها هي جسم البندوليوم نفسه. mathematical modeling، طبعا بعد ما عملنا التصميم الموجود في هذه الصفحة، التصميم الموجود، نقوم بعمل سب سيستم منه. نقوم بعمل سب سيستم منه سيكون سنرى لاحقا كيف نقوم بعمل سب سيستم. الآن نرى سب سيستم، نريد أن نعمل له linearization للحصول على المعادلة. نضيف هنا linearization points تدعى open loop input and open loop output. بالنسبة للانفيرتد بندوليوم هو is a non-linear problem, so linearization assume that the angle change within a small value. يعني linearization بيعتبر انه الثيتا هتتغير بشكل صغير حتى يقوم بتطبيق المعادلتين الموجودين، كوساين الثيتا يساوي 1، ساين الثيتا يساوي 0، لأنه كوساين الثيتا عند قيم صغيرة جدا حتكون عندنا عند زوايا صغيرة جدا حيكون 1، ساين الثيتا عند زوايا صغيرة جدا حيكون 0. في الأصل هذه المعادلة هي نون لينير زي ما حكينا، تحتوي على ساين وكوساين ودالات مثلثية، وهذا يعني ليس موضوع المادة، المراد عمل هذا المشروع لها، حيث أن هناك مواد أخرى تقوم بالتعامل مع النون لينير سيستم. إحنا مشروعنا لينير
بروجكتنا يحتوي على لينير سيستم. الآن لينير أناليسيس تول، هذه الأداة تقوم لا تقوم هذه الأداة تقوم يعني نحصل من خلالها على الترانسفير فانكشن خاصة ب ترانسفير فانكشن خاص بالنظام الذي قمنا ببنائه. طبعا تقوم ب يعني تقوم بعمل البلوتد المطلوبة في الديزاين، منها الستيب انبوت والبود بلوت والنيكويست والامباس. الآن لو ضغطنا على الستيب انبوت ستيب بلوت، الآن سنرى إن شاء الله بعد البرزنتيشن سنرى كيف يكون الستيب بلوت. بفرجينا الاوبن لوب ستيب انبوت، اوبن لوب ستيب ريسبونس، نرى ان سيستم ان ستيبل. جيتنج ترانسفير فانكشن فور سب سيستم، كيفية الحصول عليها الترانسفير فانكشن بهذا الشكل. الآن سنرى كيف نحصل على الترانسفير فانكشن. design BID controller using root locus. طبعا احنا استخدمنا root locus for designing a BID controller. استخدمنا size tool from MATLAB. size tool تتيح لنا عمل tuning وإضافة bools and zeros على root locus للتحكم بشكل output. Adding desired parameters، ضفنا ال desired parameters. I need this settling time to be 5 seconds and overshoot 12. After adding 5 second settling time, this vertical line will be here and after adding the overshoot these two lines will be appear to the left of this to the left of this line we have settling time less than or is equal 5. To left of to these lines we have overshoot less or equal 12. نرى أن النظام حتى الآن غير مستقر لأننا لم نضيف أي شيء عليه. هنا بيحكي لنا ملاحظة any changing of k will not produce any stable input، يعني no way to stabilize the input by changing k. طبعا BID controller استخدمنا المعادلة هذه، استخدمنا المعادلة هذه لعمل الكنترولر. طبعا بي اي دي كنترولر نحتاج الى 2 زيروز اند 1 بيور انتجريتور. ادينج بول ان ذا اوريجين، بعد اضافه زيرو بول سوري بول ان ذا اوريجين بيور انتجريتور، وي هاف نيو روت لوكاس بات ذا سيستم ستيل انستابل فور اني فاليو اوف كي. Adding pure integrator, we have pure integrator and two zeros. إضافة اثنين zeros. طبعا two zeros إلى to the left of the vertical line. We have this step response. الآن اقتربنا من يعني الشكل النهائي من ال step response المطلوب. باقي فقط تيونينج، لعمل تيونينج لكلوز لوب بول. عملنا تيونينج بحيث انه نختار الكلوز لوب بول الى اليسار من الفيرتيكال لاين. طبعا كل الكلام هذا داخل سايز تول. نختار الكنترولر، نختار كنترولر، نختار فيظهر لنا الكنترولر اللي قمنا بتصميمه. طبعا باستخدام المعادلة السابقة حصلنا على قيمة KB وKI وKD. الآن نقوم بإدخال هذه القيم، قمنا باستيراد الكنترولر وطبقنا الفيدباك
وجعلنا الكنترولر يعني في الفيدباك. طبعا الجي هي الجي 1، جي 1 عبارة عن الترانسفير فانكشن خاصة بالمندوليوم، سي 1 هي عبارة عن ال كنترولر وي ديزاين ان بريفيوس بيج، يعني كنترولر الذي قمنا بتصميمه في الصفحة السابقة. تي ترانسفير فانكشن قمنا بتطبيق ستيب انبوت على التي، فيظهر لنا كما واضح الكاركترستكس. عندنا ال overshoot تقريبا 2.3%، settling time less than 5 second 4.9، final value too much small approach to zero. هنا ملاحظة بيحكينا إنه the amplitude represents the force applied to the cart. هنا يعني بيحكينا إنه the amplitude هي عبارة عن القوة المطبقة على الكارت العربة. طبعا the impulse response without controller، طبعا هاي السيستم اللي قمنا بإنشائه عملنا له feedback unity feedback no way to stabilize the system. زي ما حكينا system unstable، impulse response without feedback with feedback PID with PID feedback we see that the our characteristic characteristic parameter at the same we want 5 about 5 second 2.2 overshoot final value approach to zero. الآن ننتقل للماتلاب. بخصوص الماتلاب طبعا قمنا بعمل سيستم على سيميولينك سيستم، ندخل إليه. طبعا هاي السيستم الذي قمنا بتصميمه، كل سيستم ندخل ونقوم بكتابة القصائص. مثلا بالنسبة للبندوليوم نفسه ماس 2 يعني كتلته، ماس 1 كيلو الانيرشا الطول او الطول، وخصائص اخرى الانيشال كونديشن مثلا ديجريز 0، فولستي ايضا 0، انجولار فولستي 0. الان بعد ما قمنا بانشائه نقوم بتحديده هكذا create subsystem. إذا عملنا create subsystem سينتقل لنا بهذا الشكل. الآن we need to linearize the system and get its transfer function. We need to add this point and add this point. This point add by clicking right. Linear analysis point and select this point. This point added by clicking right. Go linear analysis point. Open loop output. Now we go to analysis. Analysis control system linear analysis. طبعا هذه التول التي سنقوم باستخدامها بالحصول على transfer function. نقوم بتطبيق step. طبعا زي ما شفنا سابقا هي open loop step response. الحصول على المعادلة نضغط line sys 1، ننتقل إلى view. أوكي.
plot and result viewer. طبعا state space الخاصة بالموديل زير بول gain بولو زير بول gain transfer function. الآن بالنسبة لي قمت يدويا بكتابة هذه المعادلة على الماتلاب. لكي نستوردها على السايس تول، هذه هي المعادلة النوميريتور الدينومينيتور البسط والمقام، هذه المعادلة. الآن سنستخدم سايس تول، نكتب سايس تول طبعا لا أريد أن أعمل من جديد تيونينج وأضع البولز والزيروز، قمت بحفظ هذه السيشن، سأقوم بفتح التصميم. نغير طريقة العرض، بالنسبة ل في هذه الواجهة روت لوكس، في هذه الواجهة ستيب ريسبونس. بالنسبة لل requirement هكذا نقوم ديزاين requirement، قمت أنا بعمل نيو سابقا. الآن لو بدي يعني أشوف القيم التي قمت بضبطها أقوم بعمل edit، نرى أنه أنا يعني سابقا قمت بضبط الـ overshoot 12% و setting time 5 second. بعد إضافة pool في الـ original and two zeros we have this stable response. Now we need to export this controller. This is my controller. الآن كما قلنا نريد أن نستورد الكنترولر الذي قمنا بتصميمه. طبعا هاي الكنترولر كما واضح، نضغط F يظهر لنا الجي اللي هي الترانسفير فانكشن للانفيرتد بندوليوم. نقوم نضغط على اكسبورت، اكسبورت تيون بلوك، نريد ان نستورد فقط الكنترولر، نستورد الكنترولر على شكل C1، وايضا نستورد transfer function على شكل G1 export. هنا بحكينا overwrite the variable yes. الآن نمسح كل شيء clear أو CLC clear، مسحنا، قمنا بمسح ال variable. لا مشكلة، نقوم باستيراد مرة أخرى سي و جي واحد واحد اكسبورت، نريد ان نستعرضه. سي واحد كنترولر جي وان. الان نقوم تطبيق الفيدباك ترانسفير فانكشن الجديدة تساوي الفيدباك للجي 1 والسي 1 evaluate. نقوم بتطبيق الستيب، characteristic peak response، نقوم بالضغط عليها، هذا طبعا overshoot.
كاركترستيك رايز تايم سيتلينج تايم تقريبا 5 سكند او اقل. كاركترستيك ستيد ستيت فاينل فاليو طبعا قريبة جدا جدا من 0.48 يير سالب 18. لو نريدهم طبعا ك variables ك يعني نتائج مجدولة ندعس نقوم بكتابة step info للتي عبارة عن طبعا structure يحتوي على rise time, setlink time, setlink minimum, maximum, overshoot, peak, peak time. الآن للحصول على قيمة KB و KD و KI نقوم بكتابة الأمر transfer function للكنترولر. طبعا هاي الكنترولر على شكل transfer function. طبعا من المعادلة الخاصة بال BID نجد أنه معامل الأستر بي عبارة عن KD، معامل الاس عبارة عن كي اي، معامل اس اس زيرو او المعامل يعني الرقم بدون اس عبارة عن كي بي. نذهب الى سيميولينك نرجع اليه اخرى. طبعا بلوك هذا كيف بنجيبه، نكتب فقط بي اي دي نضغط عليه. الآن هذا البلوك قمنا بكتابة البراميترز كي بي كي اي كي دي جاهز للتجريب. طبعا سنجرب السيستم بدون كنترولر ونعمل ران. نسينا شيء صغير، في توجد خاصية في الماتلاب اسمها داش بورد سكوب. في هذه نقوم بعرض response in real time، نقوم بالضغط ضغطتين، نضغط الانبوت اختاره، نضغط الاوتبوت لا يهم الصم. نقوم بالتشغيل. طبعا لو أردنا أن نرى البندوليوم في نفس المكان نقوم بالضغط على Enable Automatic Tight Fitting. الآن باستخدام البي اي دي كنترولر نقوم بالتشغيل. نريد ان نرى الستيب ريسبونس. نقوم بإدخال جين أعلى سبيل المثال 70. كما نرى أنه كما تم كما يعني تم تصميم الكنترولر سيتلينج من ناحية يعني سيتلينج تايم
ومن ناحية الفاينل فاليوز لو أردنا إدخال قيم متغيرة دخلنا random numbers، هذا عبارة عن random number. الجين أقل نختار 40، نرى في هنا شغلة بسيطة، بالنسبة لل نريد أن نأخذ القيمة بعد الجين، نقوم بإرجاعها. كما نرى آخر شيء نقوم بوصل random number هذا ما وددت أن أقول في هذا العرض، وهكذا نختم، والله ولي التوفيق.